واحد بيقول ماذا يعني من صفات الله النسبية وصفات الله الذاتية، وكيف وإن الله غير محدود نقول عنه أنه قوي، مع أنه كلمة قوي تشير إلى وجود جزء من القوة. لا، احنا لما بنقول ربنا في النسبة دي ما بنقولش قوي بس، بنقول كلي القدرة. كلي القدرة يعني قدرته غير محدودة. في صفات اللي بنقول عليها نسبية، صفات توجد في الله وتوجد في البشر لكن موجودة في الله بطريقة غير محدودة. يعني ممكن نقول الله رحيم وكثير من البشر رحماء، او انسان حكيم وكثير من البشر حكماء، والله عليم وكثير من البشر عندهم علم. لكن الرحمة عند الله غير محدودة وعند البشر محدودة، والرحمة والحكمة عند الله غير محدودة والحكمة عند الناس محدودة. فيبقى كل صفة من الصفات اللي ممكن يكون البشر يتصفون بها تكون عند الله بطريقة غير محدودة وبطريقة قدسية وكاملة من كل شيء، لكن عند البشر بتكون حاجة جزئية.